بحط ساعة ابل هنا ونكبر ونشوف بالضبط مع التكبير الخرافي اللي حيطلع وش الشيء اللي هقدر اشوفه هنا بساعة ابل. ضبط الفوكس، شوف القماش الخطوط القماشية ذي، يا الله اوكي. انا اشفف الاضاءة، احس ان الاضاءة كثير ساطعة عليها. ايوه من جد، شايفين التفاصيل كيف؟ خليني اقرب لكم هنا، هذه التفاصيل اللي موجودة هنا في القماش. اوكي خليني اسوي ستريتشنج، اشد القماش. هذا مكبر رقمي، المكبر الرقمي الهدف منه انه اي تكبير قاعد يصير قاعدين تشوفوه على الشاشة هنا بدرجة مرة عالية من التكبير، نتكلم على سعر يعني يمكن 60 50 دولار، يعني حوالي 200 إلى 250 ريال. خلينا نشوف تفاصيل أكثر، ضبط. هي شوف هذه لا بدون نور، نور بسيط من بعيد. فالمكبر الرقمي يمكن من الأشياء اللي تفيد في المجال التعليمي. ايوه بانت التفاصيل، ملاحظين هذه الحساسات الخلفيه اللي موجوده هنا اللي حقت ساعه ابل الدائرتين، شوفوا حجم التكبير اللي موجود عليها واللي بان هنا. خلينا نبين تفاصيل اكثر. ايوه اقلل النور، ايوه يبان تفاصيل اكثر كذا، وزع اضاءه افضل ويبان تفاصيل اكثر. لو حطيت مثلا اصبعي وضبطت، شوفوا الجلد، شوفوا الصدمه الحين. هذا من ناحية الجلد، شايفين؟ نجيب هذه هنا، هنا المفروض ندور لنا شعرة. ايوه شوف الشعر، شوف هذه نفس الشعر اللي طالع من الجلد. نجيب له إضاءة كويسة، أقدر أزيد الإضاءة وأنقصها ومنها نشوف التفاصيل أكثر. وكمان أقدر من نفس الكنترولر هذا أبدأ أخذ صور وأخذ فيديوهات، اخذ لقطات صور واخذ فيديوهات، فيمديني اقدر اسجل فيديو واحط على الكرت على طول تخزين هذا الفيديو. مكبر رايق، الهدف منه يمكن يكون تعليم اكثر من اي شيء. ملاحظين الخاتم؟ خليني اوريكم الحفر اللي موجوده، الجريبز اللي هنا، لما كبرتها اول انصدمت من النتيجه. ايوه. هي الثبات هذه المشكله. شايفين؟ هذه داخل نفس الجريف. هو هذا بيكون، شوفوا القطع الصغيرة، شايفين القطع الصغيرة اللي موجودة هنا؟ يا الله وش، اوكي. المكبر هذا مرة رايق، موضوع تعليمي، ممتاز في مسألة حفظ نقدر نقول المحتوى، انكم تخزنوا على طول الأشياء اللي قاعدين تكبروها، تعرفوا عنها أكثر. الإضاءة تقدروا تستخدمون الإضاءتين اللي موجودة هنا بحيث انكم تضبطوا الفوكس والزوم صح؟ آه.